بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أحد الإخوة أنه قرأ في كتيب منشور في المملكة أنه في آخر الزمان تكثر الفتن، وأنه على الإنسان إما أن يسافر إلى الشام أو إلى اليمن هروبا من الفتن. ما صحة هذا الحديث؟ أما كثرة الفتن في آخر الزمان فقد تواترت بلا حديث أو كادت تتواتر، الحديث بهذا كثير. وأما كونه يهاجر إلى الشام أو إلى اليمن فلا أعلم هذا حديثا صحيحا. والهروب من الفتن يكون بالخروج من المدن، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن يكون خير مال الرجل غنما، أو خير مال الرجل غنم يتتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر. لما يرى من الفتن، لكن من أمكنه أن يبقى ويصبر ويدعو الناس للخير كان هذا أوجب وأنفع له. نعم، جزاك الله خير.